اجوال والهداف والهداف تخيل يعني حاجه غريبه يعني حاجه غريبه مضيع جدا اجوال جدا. كتير جدا هو لعيب هايل لكن يعني موضوع طيب معايا كابتن حماده انور مدير الكره في نادي بتروجيت. كابتن حماده اهلا بيك. برحب بيك وبرحب بالكباتن الكبار اللي مع حضرتك. اهلا بيك معايا كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن عادل طعيمه، كابتن محمد حشيش، بيرحبوا بيك يا كابتن حماده. اهلا بيك جدا وسعيد ان انا مع الكباتن الكبار كده موجودين معاك كابتن. يعني باين من صوتك طبعا ان انت زعلان جدا واكيد لازم تزعل بصراحه. بتقدموا كره كويسه جدا، بتقدموا كره حلوه جدا، لكن مفيش في الاخر، مش عايز اقول توفيق، اكيد في حاجه غلط يا كابتن حماد. والله ميدو يعني انا نفسي يعني النهارده بالنسبه لي كان يوم من اصعب الايام اللي مرت عليا في حياتي يعني. اكيد لكن انت في الدقيقه 90 بيجيب الجون الثالث اللي خلاص الماتش خلص يعني، ويدخل فيه جونين في دقيقتين. حاجه غريبه جدا، واللي محيرني اكتر ان الولاد عندي متزنين جدا جدا جدا، ولاد محترمين جدا، كل حاجه بتتعمل. انت لاعب 14 مباراه كابتن، هات كل مباراه بتروجيت. انا عارف ال يعني 14 مباراه انت متفوق فيها، ده من ايام، لا وكمان متفوق بكره حلوه، دي حقيقه. كنا بنقول كده في الاستوديو، عشان كده احنا كلنا مستغربين. بتروجيت بيقدم كره حلوه جدا يعني. بتروجيت لو كان جاب نص الكور اللي ضيعها وكان حافظ شويه في دفاعاته كان زمان اول الدوري مستريح. الماتشات كده كل الماتشات كده. طب اكيد في حاجه كابتن حماده، اكيد في حاجه. ما هو اللي في حاجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى يعني، الواحد مش قادر يقول في ايه يعني. انت فاهم ازاي؟ انت زي ما بقول لك يعني، انت لعيبتك لعيبه كويسه محترمه ملتزمه يعني، حتى في الصلاه صلاه الفجر تقول ان احنا مثلا في صلاه الظهر او صلاه العصر. انا عارف ما شاء الله بتروجيت طول عمرها كده يعني. بكلمك يا كابتن، اللي انت حتى مش عارف تقول لعيبتك ايه يعني، ما فيش خروج عن النص، المواعيد، الالتزام في كل حاجه كمتدد. وبناء عليه انت بتأدي كده يا كابتن يعني. خلي بالك، هو احنا نقدر إيه انك انت لو في حاجه مش طبيعيه انت مش هتأدي يعني، مش هتأدي، مش هيبقى شكلك كويس بالظبط، فخلاص يبقى عندك. لكن انت مع احترامي لكل الفرق، انت كل الماتشات اللي انت لعبتها انت الافضل، دي حقيقه. فانت طب اللعيب هتقول له ايه يعني؟ اللعيب هتقول له ايه؟ في اخطاء الاجوال تدخل باخطاء، بس مش لدرجه ان الغلطه بجول يعني. انا ما شفتهاش في الكوره، فاهمني يا كابتن؟ يعني انت دلوقتي ممكن بتروح يعني، احنا النهارده مضيع فرص كتير جدا قبل ما تجيب الثلاث اجوال. انت الكوره بتروح عليك بتدخل جول، دي حقيقه. ما فيش مره ايه كابتن حماده النهارده عايز اقول لك يعني، يا زمن الظروف اللي انت بتقول لها دي كلها يعني، يمكن هو بس اللي ممكن تلاقي السبب الوحيد هو عدم التركيز من بعض اللعيبه او من الخط الدفاع بالتحديد. لان لما يجي فيه جون في الدقيقه 91 و94 في 3 دقائق جونين، فده اكيد التركيز غاب تماما يا كابتن عادل. حصلت معايا غير كده يعني، مفيش غير كده. 3 جون في 7 دقائق. بالظبط يعني، كمان مش بلاعب فريق مثلا، مش اول مره يعني، مش مثلا بلاعب الاهلي الزمالك، اني بلاعب فريق كبير فاللعيبه بتاعتي ممكن تخاف منهم او ممكن تهرب منهم. 3 جون في 7 دقائق. بعد كده انا زي ما اقول لحضرتك يا كابتن، انا دلوقتي الكورتين اللي راحوا عليا دخلوا جونين في دقيقتين. طب يعني انت يعني معرض ان انت تبقى فريق مش محظوظ، دي حاجه مش طبيعيه. فاللي بتروح عليك بتدخل جول، مع انك انت بتضيع كل ماتش مش اقل من 9 10 فرص. يعني فرقه الجيش دي يا كابتن ميدو كسبانه جونه الاسبوع اللي فات 5 بالظبط. انا النهارده كسبت 3 وخلاص يعني، كلنا حتى معلق المباراه، المباراه انتهت تماما، المباراه انتهت. وبعد كده اداء وكوره يعني، اداء واهداف. اقول ان انا بجيب جوال صدفه؟ لا، اداء واهداف. يعني كابتن، كنت انا اقول لك بسرعه كده عشان وقتنا يعني، كان مورينيو كان بيمر كده، مش فاكر كان في دوري ايه بالظبط، وكان عنده مشكله برضو ان هو بيجي في جوان في الاخر وماتشات متكرره، فقال ان انا عملت مدرب مخصوص بيبدا ينبه على اللعيبه في اخر المباريات كده او اخر وقت المباراه، بيبدا ينبه بس اللعيبه، يصحصح اللعيبه لان اللعيبه كانت بتسرح منه او بتنام منه. ليه ما تفكرش تعمل كده، وخصوصا الموضوع ده متكرر عندك في البروجكت؟ ان انت النهارده الدكه كلها باللعيبه، باحمد رؤوف وعلي فرق، اللعيبه الخبرات كلها واقفه على الخط. يعني كله بينبه وكله، لكن انا بقول لك انت كورتين بجونين، انت لو شفت كره جعفر اللي دخلت الجون، شفت انا يعني حاجه يعني، حاجه بصراحه
يعني انا بقى يعني اقول ايه؟ طيب يعني مع احترام يعني اقول ايه؟ كنت الكوره داخله ازاي؟ بوست ضعيفه ازاي؟ تدخل ازاي؟ يعني لكن انا هي دي كره القدم، فيها الكويس وفيها الوحش. الحمد لله طبعا، بقول الحمد لله ان انت برضو كنت ممكن كمان تخسر، يعني ما انا هقول ايه؟ ما كان ممكن برضو تخسر، معلش الحمد لكن لله. الدوري صعب السنه دي الحمد لله، وانتوا فرقه كويسه، بتروجيت فرقه كويسه، ده اللي يعني مزعل معظم يعني الناس. ده اللي مطمني شويه ان احنا عندنا مجموعه لعيبه كويسه. اتمنى التوفيق المباراه الجايه باذن الله. الكابتن حشيشه هيسالك سؤال بسرعه. كابتن حماده، ممكن تقول لنا بس المشكله الاخيره اللي حصلت دي كان ايه سببها؟ انت لو كنت سالتني اقول لك. لا هي كان الولد، في ولد تصور يعني بيقول للحكم ادي البسام انذار لانه عمال يعترض بشكل وحش، فبسام راح اتكلم مع الولد، انت مالكش ان انت تتكلم مع لعيب. فالموضوع تطور بقى يعني ان تتدخل بقى فيها اكثر طرف، لكن هو ما خدش غير اللقطه دي بس والموضوع خلص. هو الحمد لله احتووه بسرعه يعني. الحمد لله. كابتن حماده، ابو كباتن، من اول ما كان يحيى كمان ماسك الفرقه، الحقيقه الاداء بتاع بتروجيت اداء ممتع ومجموعه لعيبه ممتازين، وان شاء الله باذن الله لما لو استمروا على كده بقى مع زياده التركيز زي ما قال الكابتن حشيش، ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هتحققوا انتصارات في الماتشات اللي جايه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن، وبتمنى التوفيق بكره النادي الاهلي بيمثل مصر ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن حماده، وان شاء الله تطلعوا من هذه الكبوه الغير مبرره، لان انتوا بتعملوا ماتشات كبيره جدا ان شاء الله، يعني ربنا يكون معاكم في الاخر، لعل يعني ربنا مخلي لكم حاجه كويسه في الاخر، فما تزعلش وما تتضايقش، وان شاء الله القادم افضل لبتروجيت. شكرا جدا كابتن حماده انور، مدير الكره في فريق بتروجيت. مش عايزين طبعا ننكر كمان او نقلل كمان من مجهود طلائع الجيش النهارده مع مدربه.